اهلا وسهلا بكم اعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الصف السادس اعدادي اللغه الانجليزيه. اليوم راح ناخذ المضارع التام بنوعيها، المضارع التام بسيط والمضارع التام المستمر. بالنسبه للمضارع التام البسيط اللي يتكون من فاعل، هذا الفاعل ياخذ فعل مساعد اللي هن الهاف، وفي حالة النفي هافنت، الهاز في حالة النفي هازنت. بالنسبة للهاف الهافنت والهاز الهازنت، الهاف ياخذ الاي يو وي ذي، اما الهاز الهي والشي والات يجينا وراهن تصريف ثالث للفعل. بالنسبة للتصريف الثالث للفعل فراح تلقوه يا اما في صفحة 85 او في صفحة 84 من كتاب الصف السادس اعدادي الستودنت بوك. اذا ما لقيتوه في هذه، اذا جتنا كلمه ما موجوده في هذه الصفحه، فراح نخلي للفعل اي دي مع تطبيق شروط اضافه الاي دي، يعني الواي تقلب الى اي، نضاعف الحرف الاخير الى اخره. طيب اما في حاله الاستفهام نضع الهاز او الهاف قبل الفاعل والفعل يبقى تصريف ثالث للفعل. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا هسه هاي الجملة، هاي الجملة قال لي سوي لي اياها present perfect simple، مضارع تام بسيط. مضارع تام بسيط مثل ما قلنا ان الشي تاخذ هاز، الهاز في حالة الهاز يجينا وراه تصريف ثالث الفعل. هاي كلمة speak موجودة في صفحة 84 فنصير spoken تصريف ثالث للفعل. طيب نجي على هسه هاي الجملة، هاي الجملة أيضا قال لي سوي ليها مضارع تام بسيط. مضارع تام بسيط احنا قلنا المضارع التام بسيط في حالة الاستفهام نضع الهاف أو الهاز قبل الفعل، راح تصير هاف يو، الهاف يو والفعل يصير تصريف ثالث الدو يصير دام. مثال آخر عندنا هسه هاي الجملة، هاي الجملة اللي هي they have they not write the lesson، هنا قال يسوي لي اياها مضارع تام بسيط. المضارع التام بسيط في حالة النفي نضع haven't، والhaven't يجينا وراء تصريف ثالث للفعل اللي هو الريتم. طيب هذا المضارع التام البسيط في كقواعد، لكن عندنا به ظروف. بالنسبه للظروف احنا ايش عندنا هنا؟ عندنا الظروف مالت المضارع التام البسيط، هاي الظروف شويه معقده، لازم كل ظرف الى حاله خاصه به. يعني مثلا عندنا الجاست والاوريدي والنفا، الجاست والاوريدي والنفا تاتينا في حاله المثبت، تاتينا في حاله المثبت. المكان مالتها، الموضع مالتها يكون بعد الهاف او الهاز، والفعل يكون تصريف ثالث للفعل. يعني مثلا هاي الجملة، هاي الجملة ما اعطاني مطلب، فانا لازم شو اسوي؟ لازم اطبق الشروط مالت الهاز. الشروط مالت الهاز يقول تاتينا في حالة المثبت، ماكو اي اشكال، بعد الهاف او الهاز، يعني راح يصير هاز جاست. طيب والفعل تصريف ثالث، يعني لقيت تصير جوت. طيب نجي المن، نجي الى هاي الجملة، هاي الجملة ايضا قال لي ريد الشروط مالت الاوريدي، عادي ماكو اي اشكال، اللي هي تاخذ هاز والهاز يجينا وراها الاوريدي، لان احنا قلنا الاوريدي مكانها بعد الهاف او الهاز، والفعل تصريف ثالث التيل يصير تول. هاي بالنسبة للجاست والاوريدي والنفا. طيب ايش عندنا بعد غيرهن؟ عندنا بعد الافا، هاي الافا تاتينا في حالة الاستفهام، اسف نعم، تاتينا في حالة السؤال، موقعها يكون بعد الفاعل. اعيد، انه تاتينا في حالة الاستفهام موقعها بعد الفاعل، والهاف والهاز والهاز والهاف تاتينا قبل الفاعل والفعل تصريف ثالث. يعني مثلا عندنا هسه هاي الجملة، هاي الجملة قال لي صحح الجملة وعندنا الظرف الأفا، الأفا قلنا تأتينا في حالة الاستفهام، هذا حالة الاستفهام، موقعها وين؟ موقعها بعد الفاعل، يعني يصير أفا هذا مكانها، والهاف والهاز قبل الفاعل، يعني هاي الهاف هنا مكانها، والفعل تصريف ذات، يعني السي تصير سين. طيب هاي بالنسبة لمن للأفا، عندنا يتو بيها علامة استفهام، وعندنا يتو بيه آسف يتو بيها نقطة ويت بيها علامة استفهام. طيب بالنسبة لليت اللي بيها، بالنسبة لليت اللي بيها علامة بيها نقطة، فهنا راح نخلي الفاعل بالبداية وهافنت، يعني اليت تأتينا في حالة النفي والفعل تصريف ثالث. اما اليت اللي بها علامه استفهام فنخلي الهافنت بالبدايه والفاعل
بعد الفاعل يجينا التصريف الثالث للفعل. يعني كمثال عندنا هسه هنا الأذى، الأذى هنا بها علامة الاستفهام، معناها هاي الجملة عندنا الأذى بها علامة الاستفهام، فراح نخلي hasn't بالبداية وراها جان الفاعل، ورا الفاعل يجين الفعل تصريف ثالث الجيف، تصريف ثالث ما تلقف اللي هي الجيفن. أما الجملة جواها فهنا شو يتكلم؟ يتكلم عن اليت اللي بيها نقطة. بالنسبة هاي اليت اللي بيها نقطة فراح هي تاخذ hasn't، الhasn't يجينا وراها تصريف ثالث للفعل اللي هي taken. طيب مش عندنا بعد هاي بالنسبة للمضارع التام البسيط، لكن عندنا هنا أيضا المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر يتكون من فاعل، هذا الفاعل ياخذ have been، الهاف بن يجينا وراه فعل بي اي ان جي، لكن ايضا بتقسيمات، يعني الاي يو وي ذي تاخذ هاف بن، وفي حاله النفي هافنت بن، والهي والشي والات تاخذ هاز بن، وفي حاله النفي هازنت بن. الهاف بن والهافنت بن والهاز بن والهازنت بن يجي وراها فعل بي اي ان جي، يعني الطلاب ارتاحتوا من التصريف الثالث للفعل، ثواني، يعني ارتاحتوا من التصريف الثالث للفعل، يعني كلنا نخلي اي ان جي مع مراعاة شروط الاي ان جي، يعني اذا لقينا اي بي هنا في نهاية الجملة تحذف، اذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبلها حرف الا واحد يضاعف. بالنسبة للاي اي يقلب الى واي، هاي الشروط تعرفوها انتم من زمان، لكن في حالة الاستفهام نضع الهاف قبل الفاعل، نضع الهاف قبل الفاعل والبن بعد الفاعل والفعل اي ان جي، يعني شلون؟ يعني عندنا هسه هاي الجملة، هنا هاي الجملة قال يسوي لياها مضارع تام مستمر. المضارع التام مضارع تام مستمر الشيء تاخذ has been، والhas been يجينا وراه فعل b-i-n-g speaking. طيب اسف، مثال اخر عندنا هسه هاي الجملة، هاي الجملة ايضا قال يسوي لياها مضارع تام مستمر، مضارع تام مستمر لكن في حالة الاستفهام، في حالة الاستفهام نضع الهاف قبل الفاعل يصير هاف يو، والبن بعد الفاعل، هاي البن بعد الفاعل، والفعل نخلي له اي ان جي يعني الدوينج. مثلا عندنا هسه هاي الجملة، هاي الجملة ايضا قال يسوي لياها مضارع تام مستمر، هنا المضارع التام مستمر في حالة النفي اذ تاخذ هافنت بن، والهافنت بن يجينا وراها فعل بي اي ان جي رايتنج. تسهيش تركيب الجملة. إذا وأيضا عندنا ظروف، بالنسبة لهاي الظروف مالت المضارع التام المستمر شوية ما يحتاج إلى شرح وإنما إلى حفظ درخ، يعني تحتاج الدرخ أكثر من الفهم. شلون؟ إحنا عندنا الفور وعندنا السنس، شلون أفرق بين الفور والسنس؟ بالنسبة للفور معناها مدة التي تأتي مع المدة، لكن السنس تأتينا مع موعد، مع يعني موعد معلوم. بس هنا الطلاب يعني شنو المده، شنو الموعد المعلوم او الوقت المحدد؟ هنا الفور تجينا مع اور ومنت، اور معناها ساعه ومنت دقيقه، لكن السنس تجينا مع اوكلوك، اوكلوك هم معناها ساعه، لكن هاي الساعه مع الفور وهاي الساعه مع الاوكلوك. الير تجينا مع الفور، لكن السنين مثلا 1990 2001 2002 هاي تجينا مع السنس. كلمة year فقط اللي تجينا مع الفور، كلمة month تأتينا مع الفور، لكن أشهر السنة اللي هي January February March April هاي كلها تجينا مع السنس. season كلمة season تجينا مع الفور، لكن فصول السنة تجينا مع السنس. كلمة day وكلمة week، day معناها يوم، week معناها أسبوع، هاي تجينا مع الفور، لكن أيام الأسبوع تجينا مع السنس. كلمة long time وشورت تايم، لونج تايم وشورت تايم تجينا مع فور، لكن الواز والوير تجينا مع السنس. اقسام اليوم، اليوم ينقسم قسمين ليل ونهار، الليل والنهار تاخذ الفور، لكن اجزاء اليوم اللي هي صباح ظهر بعد الظهر المساء مورنينج ايفنينج نون افترنون هذني كلهم ياخذن السنس. الاعياد والمناسبات مثلا جراديويشن داي، يوم التخرج، كلمه ويكند، بيرثدي، هذين كلهم بيرثدي يمكن تاخذ سنس. الاعداد اللي هي الفيرست سكند ثيرد الى لاست هذين كلهم ياخذن السنس ايضا. طيب تبقى عندنا المشكله، شلون افرق بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر؟
في الجملة بالجملة شلون نفرق بين التفرقة؟ راح تكون على أسس. شلون على أسس؟ يعني أول شيء أركز عليه هو من خلال الطلب، لازم يعطيني طلب. مثلا عندنا هسه هاي جملتين، واحدة قال لي she played tennis والجملة الثانية أيضا she played tennis. يعني إذا انتبهت على الجملتين هو نفس الشيء، يعني ماكو اختلاف بيناتهن، لكن شنو الاختلاف؟ الاختلاف بالطلب. الطلب هنا قال لي سوي لي اياها مضارع تام بسيط، وهنا مضارع تام مستمر. اذا حدد لي مهما تكون الجمله هو اعطاني طلب واني مجبر ان انفذ هذا الطلب. بالمضارع التام البسيط الشيء تاخذ هاز، والهاز يجينا وراء فعل بفعل تصريف ثالث اللي هي بليد. اوكي، اما المضارع التام المستمر هنا الشيء تاخذ هاز، والهاز ياخذ بن، والبن يجينا وراء فعل بي اي ان جي اللي هي بلينك. طيب زين، ما اعطاني طلب، اجتني جمله ما عندي مطلب بالاخير، ما قال لي ايش اسوي. هنا ايش راح نسوي؟ احنا نروح للفعل الساكن. السؤال هو شنو الفعل الساكن؟ الفعل الساكن هي، راح اخلي لكم الرابط اسفل الفيديو هذا حتى تشوفوه، هذا الفعل الساكن اللي هي لايك، نو، بيلونج، فيت، ريلايز الى اخره، مجموعه من الافعال. صحيح ان افعال هواي، بس انت مجبر ان تحفظهم، مجبر ان تعرفهم. هذن الافعال ايش بيهن؟ هذن الافعال الساكنه تاتي في حاله البسيط، لا تاخذ الاي ان جي. طيب هسه تقول لي اكو حالات، ما حالات، انا قاعد اتكلم في حدود المنهج، في منهاج الصف السادس الاعدادي، لا تروح لي الى منهج الكليه، الى غير مرحله خامس، اترك لي هاي. احنا قاعد نتكلم عن الصف السادس الاعدادي. الصف السادس الاعدادي هنا اذا جدنا فعل ساكن فتاتي في حاله يعني مثلا she see the bed on tree، هنا قال يسوي لي مضارع تام، بس ما حدد لي هل هي مضارع تام بسيط ام مضارع تام مستمر. هنا انا عندي كلمه سي، هذا السي يجينا فقط في المضارع التام البسيط، بس راح تصير الجمله she has seen. طيب ما جاب لنا فعل ساكن، لا جاب لي مطلب ولا جاب لي فعل ساكن، شلون راح اعرفه؟ راح نعرفه من خلال الظروف. عندنا ظروف، راح تقول لي ليش ما استعملنا ظروف بالبدايه؟ لا، مو حتى لو عندنا ظرف اعطاني طلب لازم امشي على الطلب. طيب من خلال الظروف، الظروف ايش بيها؟ الظروف ان هنا مثلا عندنا هاي جملتين، هاي الجملتين هنا قال لي جاست، احنا ماخذين شروط مالت الجاست، الجاست اللي هي تاتينا بعد الهاز تصير هاز جاست، والفعل يكون تصريف ثالث اللي هو دان، بينما هنا اعطاني فور، هنا فور لازم تصير شي هاز بين دوينج، مضارع تام مستمر. طيب ايضا راح اجي وياكم، ما اعطاني ظروف، هنا راح اروح من خلال ادوات الاستفهام. شنو هاي ادوات الاستفهام؟ ادوات الاستفهام اللي هي عندنا الهاو ماني والهاو لونج. الهاو ماني يجيني وراها المضارع التام البسيط، المضارع التام البسيط، يعني تجينا الهاف، وراها الهاف نخلي فاعل، ورا الفاعل نخلي تصريف ثالث بالفعل. يعني مثلا اجتني جمله يقول هاو ماني بوك you finish. هنا ما دام عندنا الهاو ماني، هاي الهاو ماني يجينا وراها مضارع تام بسيط، شلون يعني؟ يعني نخلي هاف، ورا الهاف يجينا اليو اللي هو الفاعل، ورا الفاعل تصريف ثالث الفعل، هذا ما موجود بالشواذ، نخلي finished. اسف على اخطاء الاملائيه اللي قاعد اسويها، لكن سرعه الكتابه تحكم. هنا عندنا الهاو لونج، ايش بيها هاي الهاو لونج؟ هاي الهاو لونج، اسف، هاي الهاو لونج يجين وراها مضارع تام مستمر. يعني شلون؟ يعني يجين وراها الهاف، الهاف اخلي وراها فاعل، والفاعل اخلي وراها بن، والبن يجين وراها فعل بي اي ان جي. يعني كمثال هاو لونج شي بلاي تنس. هنا الجمله قال لي صححها، انا عندي هاو لونج، الهاو لونج راح نخلي هاز، لان عندنا شي وراها نخلي بن، وورا البن نخلي فعل بي اي ان جي اللي هي بلينك. طيب خلي البلينك زين، هاي
الحالات اللي أقدر أميز بيها بالفرق بين المضارع التام بسيط أو المستمر، من خلال الطلب، من خلال الفعل الساكن، من خلال الظروف، من خلال أدوات الاستفهام. زين، لكن عندنا مشكلة. شنو المشكلة؟ في حال أريد شوية يركزون علي طلابنا الأعزاء، في حال تصحيح الجملة الخاطئة، في حال تصحيح الجملة الخاطئة، هنا ايش راح نسوي؟ تصحح الجملة حسب نوعها، يعني البسيط للمضارع التام البسيط والمستمر للمضارع التام مستمر. شلون؟ ليش؟ يمتى ما هذا الموجود وهذا اللي انتم لازم تلتزمون به. شلون؟ يعني هسه هنا يقول rewrite، هاي مأخوذة من أسئلة وزارية، يقول rewrite the sentence correctly، أعد كتابة الجملة بصورة صحيحة. ايش عندنا أعد كتابة الجملة بصورة صحيحة؟ عندنا فادية didn't speak to me since her sister wedding. طيب أنا عندي since، السنس تجينا مع المضارع التام المستمر، صح لحد الآن كلام مضبوط، إن السنس تجينا مع المضارع التام المستمر، لكن الجملة اللي قاعد أشوفها هي بالماضي البسيط. إذا أردنا نصحح الجملة راح تصير بالمضارع التام البسيط. راح شوية ترتبك من هذا الحكي، لكن رجع الفيديو وخلي الكلام ما تنعم. يعني هنا من أريد أصححها راح تصير فادية، كبر الكلمة شوية، راح تصير هنا فادية hasn't spoken to me since her sister's wedding. طيب هذا كل الموجود عند الطلاب في الصف السادس الاعدادي. اذا شفت هذا الفيديو مفيد يا ريت تسوي لايك وسبسكرايب، هاي على اليوتيوب سبسكرايب، وإن شاء الله وانشر الفيديو، سوي مشاركة لها. شكرا جزيلا.